النوع الثاني من الانبوتس انا بديه قيمة غير محددة او محددة لكن مش عارف عددهم قد ايه، وبالتالي بديله ليست. ده بيسموه ارجس او ارجومنتس. وفي الحالة دي اثناء تعريف الدالة بتاعتي بديله نجمة جنب اسم المتغير اللي شايل الليست بتاعتي. بديله ايه؟ بديله نجمة جنب اسم المتغير. ولازم نكتب نجمة، لان لو ما كتبتش نجمة هيفهم ان الانبوتس اللي داخل له كما لو كان متغير واحد فقط. هيفهم ان الانبوت اللي داخل له ده متغير واحد بس، زيه زي A وزي B وزي C، اهو اسمه خلاص متغير. لكن لما بحط النجمة بيعرف ان ده مش متغير عادي، ده متغير من نوع ليست. انا هيجي لي ليست بعد كده هتعامل معاها، سواء كان الليست ديت عددها قليل او عددها كتير. وبالتالي تعالوا نشوف الجزء ده من الكود. انا في الاول خالص بقول له ديف، وبعد كده بقول له فايند افريج، بعرف الفانكشن بتاعتي وبقول له الفانكشن دي اسمها فايند افريج، وبعد كده بديها الانبوت بتاعي. بس الانبوت بتاعي اللي هو المتغير يعني بحطه قدامه ايه؟ نجمة. بحطه قدامه نجمة، لابد احط نجمة قبل اسم المتغير. والمتغير ده اللي هو جريدز في الحالة بتاعتي دي هو ده اللي هيشيل القيم بتاعة الليست بتاعتي. وقلت لك معنى نجمة ان هيجي لك ليست من الارقام ايا كان عددها قد ايه. الليست ديت انا هبعتها لك وانا بستدعي الفانكشن بعد كده. بس الاول قبل ما استدعي الفانكشن وقبل ما اديله الليسته، خلينا الاول نشوف البادي بتاع الفانكشن بتاعنا جوه ايه. انا في الاول بقول له بعرف متغير اسمه سم، وسم ده بيساوي ايه؟ سم بيساوي زيرو. بعد كده بقول له فور اي ان جريدز، لكل اي داخل الليست بتاعتي، لكل اي داخل الليست بتاعتي. يبقى اي هو عبارة عن جميع عناصر الليست اللي انا هدخلها له وانا بستدعي الفانكشن دي. فهو في الحالة بتاعتنا دي شايف ان جريدز هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن ليست. شايف جريدز عبارة عن ايه؟ عبارة عن ليست. وتحتها بقول له سم بيساوي سم بلس اي. وناخد بالنا ان الامر سم داخل لجوه شويه تحت فور، معناها ان هذا الامر او مجموعه الاوردرز ايا كان يعني عددها يتبع الامر اللي اسمه ايه؟ الامر فور، يتبع الامر فور. اما اللي مش متخذ له مسافه بيتبع الايه؟ الفانكشن. وكلهم اصلا بيتبعوا ايه؟ بيتبعوا الفانكشن بتاعتي، لكن اللي داخل لجوه شويه ده يتبع مين؟ يتبع فور. هنا بقول له ان صم الجديده هي عباره عن صم القديمه لما اجمع عليها مين؟ لما اجمع عليها اي، حيث اي هي عباره عن عدد او العناصر اللي موجوده داخل مين؟ العناصر اللي موجوده داخل الليست بتاعتي. وبالتالي هروح ياخد اول قيمه لاي اللي هي موجوده عندي في الليسته بتاعتي، يجمعها على صم اللي هي بزيرو، ويحط الناتج في صم الايه؟ صم الجديده. وبعدين يرجع تاني لفور ياخد القيمه الثانيه لاي ويجمعها على القيمة المخزنة عنده لصم، وبعد كده يحط لي الناتج في صم الجديدة، يرجع تاني على فور ياخد القيمة الثالثة، وهكذا يفضل جوه فور لغاية ما يخلص جميع عناصر الليست اللي انا مدخلها له. تمام كده؟ طيب بعد ما يخلص ايه اللي هيحصل؟ هيقوم نازل تحت عشان يشوف الاوامر اللي هي موجودة تحت. طيب لما ينزل تحت هلاقيني بقول له اعرض لي ذا افريج از، اعرض لي الكلمه ديت زي ما هي كده ذا افريج از، وحط لي كولون. بعد كده بقول له سم على اللينس اوف جريدز. بقول له ايه بقى؟ بقول له بعد اذنك خد اللي في السم، خد القيمه اللي في السم اللي هي عباره عن مين؟ اللي هي عباره عن مجموع عناصر الليست اللي انا مدخلها له، واقسمها على اللينس اوف جريدز. فاكرين الامر لينس كان بيعمل ايه؟ اللي هو ال اي ان كان بيجيب لي طول عناصر الليست، يعني هيقول لي الليست ده فيها كم عنصر؟ ما هو فيها كم عنصر ده معناه ايه؟ معناها عدد عناصر الليست. وبالتالي لما اقسم المجموع على العدد يديني مين؟ يديني المتوسط. هيديني ايه؟ هيديني المتوسط. وبعد كده بقول له برنت جريدز، اطبع لي مين او اعرض لي الجريدز اللي هي الليسته عشان اشوف برضو الليسته ديت كان فيها عناصر شكلها عامل ازاي. ناخد بالنا بقى ان الامرين بتوع الطباعه دول بحذاء فور،
معناهم ان هم خاصين بالفانكشن وليس خاصين بالامر فور. اما الامر سم ده داخل لجوه شويه مسافه تاب، معناها ان هو يتبع الامر ايه؟ يتبع او تابع للامر فور. طيب باجي تحت، انا كده خلصت الفانكشن خالص، بقوم جاي تحت استدعي الفانكشن، قلت له اسم الفانكشن ايه؟ اللي هي فايند افريج، وقمت مديله 2 و3، وقمت مديله كام؟ 2 و3. هنا بقول له الليست بتاعتي فيها عنصرين، العنصر 2 والعنصر 3، هياخد اول مره الاثنين ويقوم مخزنها فين؟ ويقوم مخزنها في المتغير بتاعي اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه سم. طبعا بعد هو طبعا من اللي بيقرا القيم ديت هي اي، بس طبعا هياخد في اول مره هياخد الاي اللي هي ب2 يجمعها على سم اللي هي بصفر، فالسم الجديده بقى فيها 2 في الحاله دي، يرجع لاي تاني لا فيها كام؟ لا فيها 3، ياخد الاثنين الثلاثه يجمعها على اللي كان في سم اللي هو كام؟ 2، يحط الناتج فيه سم الجديده اللي هي كام؟ اللي هي 5. هل في اي تاني؟ لا، هيقوم طالع بره مين؟ بره الفور، يعني بقول له ذا افريج از سم دلوقتي فيها كام؟ فيها 5 على اللينس اللي هو كام؟ اللي هو 2، يبقى 5 على 2 فيها كام؟ 2.5. هيقوم ويقوم طبيعي لي ذا افريج از 2.5، وتحتها يقوم قايل لي جريدز اللي هي كام؟ اللي هي 2 و3. يبقى في الحاله دي لما اجي اقول له رن الجزء ده من الكود، هيقول لي والله ذا افريج از 2.5، وبقول له برضه تحتيها اعمل لي برنت الجريدز اللي هي الليسته بتاعت الجريدز، فقال لي ده عناصر الليسته اللي هي كام؟ اللي هم 2 و3. ففي الحاله دي انا دخلت له كام عنصر في الليست بتاعتي؟ دخلت له عنصرين فقط في الليست بتاعتي. طيب ما تيجي نعمل ده كومنت، وخليني انشط الامر اللي تحت ده. انا بستدعي الداله هنا، حلو، وانا بستدعي الداله اديته كام انبوت؟ اديته 1 2 3 4 5، اديته 5 قيم، صح؟ خمس ايه؟ معناها ان الليست بتاعتي في الحاله ديت مكونه من كام عنصر؟ مكونه من 5 عناصر. يبقى نفس الشيء هيروح يلوب على كل عنصر داخل الليست بتاعتي غايه اما يجمعهم كلهم، وبعدين يقسمهم على عددهم، وبعدين يديني الناتج. وبالتالي لما اجي اقول له هنا رن، ايه اللي بيحصل؟ اهو انا استدعيت هنا الفانكشن، هيقوم داخل جواها فلاقى الصم بزيرو، ماشي. فور اي ان جريز، طب جريز فيها مين؟ فيها مجموعه العناصر دي، حلو جدا. طيب السم القديمه اللي هي بزيرو واي اول مره فيها كام؟ فيها 2، يبقى هيحطها في السم، يبقى السم في الحاله دي فيها 2. يرجع تاني على 4، اي بكام؟ اي في الحاله ديت خدت الثلاثه، حلو. والسم بكام القديمه؟ ب2، يبقى 3 زائد 2 5، يحط الناتج هنا بقى 5. يرجع تاني على 4، اي بقى فيها كام؟ العنصر اللي هو الثالث اللي هو 4، يجمع 4 زائد 5 9، يبقى سم بقى فيها 9. يرجع تاني اي بقى فيها كام؟ 5، 5 زائد 9 14، روح حط الناتج هنا، يرجع تاني بقى اي بكام؟ ب6، 6 يبقى 20، يبقى السم بقى فيها كام؟ 20. خلص؟ اه خلص، يبقى اي ما فيهاش حاجه، يقوم خارج، يعني انا بقول له ذا افريج از، هيقوم قايل 20 على عددهم اللي هو كام؟ اللي هو 5، هيديني المتوسط بتاعهم اللي هو 4، ويقوم طابع لي برضه الجريدز. وفي الحاله دي لما اجي اقول له رن الجزء ده من الكود، هيقول له والله ذا افريج از 4. ليه 4؟ لان مجموعهم 20 وعددهم 5، عشان على 5 فيها ال4، وبقول له برنت جريدز، قام مديني الليست بتاعته اهي. وبرده لو جيت هنا وقمت عامل الامر ده، عملت كده كومنت وقمت جاي منشط الامر ده، في الحاله ديت انا بستدعي الفانكشن بكام عنصر؟ بستدعي الفانكشن ب10 عناصر، كان الانبوتس بتاعتي عباره عن ليست مكونه من 10 عناصر. هيروح يلوب على كل عنصر غايه اما يخلصهم كلهم، ويقوم جامعهم كلهم على بعض، وبعدين يقسمهم على عددهم اللي هو 10، وبعدين يقوم مديني كام؟ مديني الناتج. وبالتالي هو بيقدر يتعامل مع اي عدد من العناصر اللي موجوده داخل الليست. وفي الحاله دي اي هتلف 10 مرات، اول مره هياخد الواحد، ثاني مره هياخد الاثنين، ثالث مره هياخد الثلاثه، وفي كل مره بياكيوموليت، يعني بيجمع على اللي قبليه. ليه؟ لان بقول له الجديده هي عباره عن القديمه زائد الايه؟ العنصر اللي جاي لك الجديد. بالتالي هيجمعهم كلهم، ولما يخلص خالص هيقوم مديني المتوسط بتاعهم، وعارض لي مين؟ وعارض لي الايه؟ الليسته اللي انا مديها له اصلا تحت دي. وبالتالي لما اقول له برنت جريدز، قام مديني الليست، والافريج حسبه لي قبل كده.